اروح لكم للمطار اهو عبال ما يجي احمد السيد اهو، هنشوف في المطار الصور بتاعت وصول للنادي الاهلي اهو. المطار بيستعد اهو زي ما انتم شايفين اهو، وصول الكابتن محمود الخطيب للمطار. اهو قدامنا يا ابو حميد وصول الكابتن محمود الخطيب للمطار ومعاه اللاعبين وصعوده الى الطائره في هذه اللقطات. اتفضل يا احمد. طبعا زي ما حضرتك بتقول كده، البعثه تحركت بالكامل لمطار القاهره، يمكن اتحركت حوالي الساعه 2:30 تقريبا، لان الطياره كان ميعادها يعني حوالي الساعه 4:00. هي طائره مصر للطيران اللي تم الاتفاق عليها طائره خاصه، فالبعثة بالكامل اتحركت إلى مطار القاهرة. كابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة، كان في بعض أعضاء مجلس الإدارة يعني قرروا السفر على نفقتهم الخاصة، زي الأستاذ خالد مرتجي، زي الأستاذ محمد الجرحي، زي الأستاذ طارق أنديل، بالإضافة طبعا إلى البعثة بالكامل، الجهاز الفني والإداريين واللاعبين. فبمجرد على طول الوصول مطار القاهرة، يمكن على طول الحمد لله الإجراءات تم على طول اتخاذها في وقت قليل جدا، وكلهم طلعوا إلى الطائرة، وكل طاقم الطائرة بصراحة حرص على التصوير مع الكابتن محمود الخطيب ومع البعثة ومع يعني كل اللعيبة. حتى في مطار القاهرة بمجرد انهاء بعض الاجراءات، يعني كان في بعض الناس متواجدة في المطار التفوا حوالين الكابتن محمود الخطيب ومع بعض لاعبي النادي الاهلي، وكان كل الكلام حوالين يعني ضرورة الفوز على الدحيل القطري ومقابلة بايرن ميونخ وتمثيل جيد للقارة الافريقية في يعني مونديال كأس العالم للاندية في قطر. يمكن الصور حتى على الطائرة اصبحت عبد الناصر، وده كان الجميل، ان يبدو ان موسيماني زي ما انا كنت بقول لحضرتك في البداية مكلف بعض اللعيبه ان يكون ليهم مهام، ايوه زي ما حضرتك بتعرض كده، يعني كهربا، حسين الشحات، كل اللعيبه كان في حاله انسجام وتركيز شديد. وبعدين ابتدوا في خلال رحله الطيران اللي استغرقت حوالي 3 ساعات، يبدو ان كان في محاضرات ودروس خصوصيه لبعض اللعيبه. ابتدى حسين الشحات يتفرج على فقرات من بعض المباريات الخاصه بفريق الدحيل، نفس القصه ياسر ابراهيم، نفس القصه جيانج، يعني فريق الطاقم التحليل والاهداف في النادي الاهلي كانوا موزعين بعض الفيديوهات على اللعيبه، يبداوا يركزوا ويشوفوا نقاط القوه والضعف في فريق الدحيل. مفيش وقت خلاص، الكل بيستعد، الكل بيجهز للاستعداد، ايمن اشرف في الطياره، كل اللعيبه بصراحه كانوا في حاله تركيز شديد جدا جدا جدا. وزي ما حضرتك بتتفرج كده، حمدي فتحي بيتفرج على بعض اللقطات برضو. فكان عاجبني ده، ان كل استغلوا بعض الاوقات على الطياره، زي ما انا بقول رحله الطيران زادت على 3 ساعات، ابتدوا يتفرجوا على بعض اللقطات من فريق الدحيل القطري بناء على تعليمات موسيماني. ورحله الطيران خدت حوالي 3 ساعات او 3 ساعات وبعض الدقائق، حوالي يعني لم تقترب من 3 ساعات ونص، لحد ما بعثه النادي الاهلي وصلت الحمد لله الى مطار الدوحه. وكان هنا المفاجاه، وكان هنا الاستقبال الجميل جدا 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 في مطار الدوحة بقطر. زي ما كنا بنتكلم بالأمس يا عبد الناصر، يعني استقبال لولا كورونا كنا قلنا عليه أسطوري، لكن هو أسطوري فعلا. يعني الحمد لله بعثة النادي الأهلي مجرد وصولها، أعضاء الجالية المصرية كانوا موجودين في المطار على طول، حيوا بعثة النادي الأهلي بالكامل، حيوا كابتن محمود الخطيب اللي ابتدى يرد على تفاعلهم معاهم ويقول لهم حيوا الجمهور وحيوا اللعيبه، يعني قعدوا يقولوا بيبو بيبو، قال لهم لا حيوا اللعيبه وحيوا الجهاز الفني. ابتدى موسيماني حي على طول الجمهور اللي كان متواجد، كان في بعض اليافطات وبعض الاعلام اللي موجوده. يعني في تواصلي مع بعض الاصدقاء المحبين في قطر، زي ما حضرتك بتعرض الصور الجميله كده، يعني حتى الزملكاويه، يعني انا والله النهارده احد الاصدقاء اللي اعرفه زملكاوي في الدوحه بيقول لي لا احنا كلنا مستنيين نالي، وبكره ان شاء الله نروح نحضر المران. في حالة زي ما حضرتك بتعرض الصور ده حوالين المطار، الكل منتظر خروج البعثة. ورغم زي ما انا بقول الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، لكن الكل كان حريص انه يكون موجود، الكل كان حريص انه يساند ويدعم. يا جماعة ده النادي الاهلي، والنادي الاهلي موجود في قطر. الصور الجميلة، الاطفال الصغيرين، الاطفال الكبار، يعني كله موجود بالاعلام. يعني دي بعض الصور حتى في البعثات الرسمية اللعيبة. الصور اللي جايه من قطر بصراحه حلوه، والروح اللي جايه كمان حلوه. يعني ده كله كان في استقبال برضو بعثه النادي الاهلي بعلامه مؤمن زكريا وشعار مؤمن زكريا، وده اتوبيس النادي الاهلي اللي وفره الفيفا
ده الاصطفاف اللي عملوه الجماهير يعني ورا او ورا اتوبيس الفريق وخلف رئاسه الفريق. ده كابتن محمود الخطيب بيرد على اللعيبه على الجمهور والجرح وهو بيتصور. طب نسمع، كانت حلوه جدا. نسمع يا احمد، نسمع لو سمحت. يلا نسمع. يعني كابتن محمود الخطيب بيرد على تحيه الجماهير المحتشده وبيطالبهم كمان بمسانده الفريق ودعم الفريق. يعني كان مشهد جميل جدا جدا جدا. كابتن محمود الخطيب اشعل حماس الجماهير في مطار الدوحه، كانوا بيرددوا كمان هما افريقيا هم. ده كان استقبال في مطار الدوحه، الكل كان بيساند القضيه. ممكن كان اكثر الشعارات اللي موجوده حوالين يعني بعض اليفط وبعض الكوفيات كان مكتوب عليها القضية ممكن. ده كابتن محمود الخطيب طبعا وبيرد على تحية جماهير النادي الأهلي اللي كانت موجودة في المطار. يعني الروح كانت كويسة جدا 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 جدا. وده بعض اللعيبة على انستجرام نزلت دلوقتي على طول اهو، لسه للتو اهو على انستجرام. صح، ده 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 ياسر، ده طاهر محمد طاهر وبيتفرج على بعض اللقطات اللي انا بقول لحضرتك عليها، بعض اللقطات من الدوحين القطري. وحسين الشحات نفس القصه، وياسر ابراهيم برضو. ده حسين الشحات بيذاكروا، ابتدوا يذاكروا خلاص بقى فريق الدوحين. تمام، وده نفس القصه ياسر ابراهيم. ده اللي انا قلته يا استاذ عبد الناصر، ان موسيماني كان متفق ان في بعض الفيديوهات اللعيبه تاخدها وتتفرج عليها علشان يبداوا يستعدوا مبكرا. خلينا بس نروح لخبر عاجل جاءنا الان من الدوحه. بي ان سبورت تقرر اذاعه كاس العالم للانديه مباراه الاهلي والدحيل في كاس العالم للانديه على القنوات المفتوحه. عاجل جاءنا الان، بي ان سبورت تقرر اذاعه مباراه الاهلي والدحيل على قنوات بي ان سبورت المفتوحه. خبر مهم جدا للجماهير العربيه، اتفضل. دي حقيقه استاذ عبد الناصر، لسه بيان نازل حالا. شبكه بي ان سبورت قالت ان المباراه المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل هتذاع على الهواء مباشره عبر قناتي بي ان سبورت اتش دي المفتوحه وبين سبورتس اتش دي 1 المشفره، وبالتالي بين سبورتس المفتوحه القناه الاتش دي العاديه المفتوحه للناس كلها يقدروا يتفرجوا عليها. كمان هتقوم مجموعه قنوات الدوري والكاس القطريه ببث المباراه على الهواء مباشره عبر قناتيها الكاس اتش دي 6 والكاس اتش دي 3، ودول قناتين مشفرتين. ولكن مباراه الاهلي والدحيل يعني هيكون متاحه على قناه بين سبورتس المفتوحه يوم الخميس القادم، وده يعني حاجه محترمه جدا علشان الاهلي والدحيل فرقتين عربيتين، فيبقى كل الجماهير العربيه في كل مكان يقدروا يستمتعوا يعني بهذه المباراه والمباراه المميزه ان شاء الله في كاس العالم للانديه.